السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم؟ أتمنى يا رب أن تكونوا بخير بالصحة والعافية، وأسأل الله أن يجمعنا جميعا من أهل الجنة، آمين يا رب العالمين. ما تعودنا دائما عن المواضيع الدينية التي نتعلمها من شيخنا الكبير الدكتور عمر عبد الكافي، والتي نزداد معرفة، نسأل الله أن يبارك لنا في عمره ويحفظ أولاده من كل سوء ومكروه، آمين يا رب العالمين. ونضيف إضافات خفيفة التي تحفزنا دائما بتطبيق الأعمال الدينية بشكل متكامل. كل هذا سنعرفه مع شيخنا الكبير عمر عبد الكافي بالترتيب بإذن الله. هيا نبدأ. ضرب مثال الدكتور عمر عبد الكافي في بداية المقطع: ختم الصلاة من تمام الصلاة، مثال يشجعنا بختم الصلاة بالأذكار. ونحن الصغار كنت أسمع مقيم الشعائر أو يعني من بمثابة الإمام يعني يقول ختام الصلاة من تمام الصلاة. هذا طبعا ليس حديثا وليس فقها. الذي ينتهي من الصلاة ويذهب دون الأذكار فهذا ليس من السنة النبوية، وأسأل الله أن يهدينا أجمعين. حيث علمنا الدكتور عمر عبد الكافي كيف هي الطريقة الصحيحة التي كان يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم عند انتهاء من الصلاة. كان بعدما يسلم عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستغفر ثلاثا: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كان بعدما يسلم عليه الصلاة والسلام علمنا أن نستغفر ثلاث: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، ثم نقول بعد أستغفر الله العظيم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ثم نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولكن يذكر هذه 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب. ثم يشرع في آية الكرسي الآية 255: الله لا إله إلا هو الحي القيوم كلها، ثم سورة الإخلاص والفلق والناس مرة واحدة. ثم يشرع في التسبيح: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم يكمل 100 كما قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل دبر صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي الأخير لا تنسى متابعة قناتنا ليصلك كل جديد، وصلى الله أن يجعل في ميزان حسناتك، آمين يا رب العالمين. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعل. تبخل عليه بهذا المقطع، وصلى الله أن يجعل في ميزان حسناتك، والسلام عليكم.